اللي تصورت معكم صورة العدالة شحال هذه، واليوم عيط لكم وجيت عندي حيت اليوم كنت عند ولدي في حكاشة اللي مشدود مع ولدي عطاو عامين، ولدي عطاو 10 سنين، اليوم لقيت ولدي في واحد الحالة لا ارتباء فيها، الصوابيق عطاو عامين، قال لهم عطوني 10 سنين، انا كنطلب من سيدنا وراي العام والمدير كنشكرهم، اليوم في حكاشة اليوم دخلوا لي ولدي السونتر، واش 10 سنين؟ كاين شكون اللي غيدوزها؟ واش انا مريضة واش غيلقاني ولدي ولا ما غيلقانيش؟ وقلت انا لهذا الوزير العدل وهذ الحكومة وهذ القودة، انا بينا نعاود نهضر عاود الحكم من جديد. ولدي لقيته في واحد اللحية واحد الحالة ما تشوفش فيه، من 8 ونص ديال الصباح الله دخلت انا دابا، يا راه مشيت باطل فابور قال لي لا غادي دير معايا شي حل، قلت طالب من سيدنا يشوف هذا الفيديو راه الاجرام غيولي عندنا، بلا دخلت تما كي غيولي كيفاش غيخرج؟ كيفاش غيخرج من الحبس؟ بغيت دابا ولدي حدايا ولدي ما حدايش في جلبي راه غنتسطى، راه وليت بحال داك المسطية وليت غادا جاية خطرة كبر في الحبس اخوتي راه كبر في الحبس، راه عام وليت من الشهر ثلاث ايام راه جا الشو تقولوا ولا راجل حق، بغيت سيدنا بغيتك تشوف في هاد الولية دا سيدنا وهاد اللي دير ووقف معايا تانايا هاد الرئيس اللي غيدوز عند ولدي تانا يحل لي في ولدي، انتم اشرف ها هو وليدي الله يرحم لكم الوالدين ما استعدوا لهاد الولية. انا اللي تصورت معكم صورة العدالة شحال هذه، واليوم عيطت لكم وجيت عندي حيت اليوم كنت عند ولدي في حكاشة، وولدي اليوم مشيت عند ولدي الحكاشة كنطالب من الحق تاع ولدي، حتى انا بغيتو يبان اللي مشدود مع ولدي عطاو عامين ولدي عطاو 10 سنين، اليوم لقيت ولدي في واحد الحالة لا ارتباء فيها، لقيت اللحية ولدي تبدل عليا ولدي زراق ولدي بزاف ديال القويج بزاف ولدي تبدل فيه ولدي ولي كيبان ليا كبير، ولدي اشرف اللي كنت كنشوف في هاد التصويره فاش كان صغير ما بقاش ولدي صغير ولا كيبان ليا كبير قدامي، فواحد الحال ولدي كيعاود ليا قال لي ماما 10 سنين تعدلت فيها، قال لي اللي عنده الصوابيق عطاو عامين، قال لي عطوني 10 سنين انا كنطلب من سيدنا وراي العام يشوفوا فيا ويحنوا فيا في هاد الوليد، هاد الوليد راني تعدلت عليه في الحبس راني معذب عليه دابا هو معذب في الحبس، واليوم كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بالخير، وكنطلب من سيدنا الله ينصرو الله ينصرو، بغيت بيا حق على ولدي وبغيت ولدي الملف ديالو يتراجع لمراجعة الملف، عاود النظر ديال الحكم وهذا السيد اللي حط على ولدي هذا الباطل بغيت يحضر يدير ولدي الإشهاد راه التلازم ما داير ليه والو، أنا بغيت ولدي الحق ديالو يبان، واليوم ملي مشيت لعكاشة المحامية هذوك القوداء والرؤاس طلب منه تما اجي ندير على ولدي على الحق ديالو يبينوا لي حق ولدي تانا الله يرحم لكم الوالدين والمدير كنشكرهم، اليوم في حكاشة اليوم دخلوا لي ولدي السونتر خذوا عندي الورق خذوا عندي كل شيء، اليوم ساعدوني الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير، لما حنا في هذا الوليد راه 10 سنين مشى باطل ولدي واش 10 سنين؟ كاين شكون اللي غيدوزها؟ واش انا مريضه واش غيلقاني ولدي ولا ما غيلقانيش؟ واش اللي عنده الصوابيق عطوا عامين وانا ولدي عطوا 10 سنين ولدي راه ما مقبلاش في الحبس، لا يعقل في هذا الشيء الله يرحم لكم الوالدين، لما عاود عاودت النظر عاود الحكم من جديد، هذا الشيء راه بزاف اخويا راه بزاف، اما صعب وغادي المارشي وعطوا ولدي انا 10 سنين واللي ما عطوا عامين، ربي راه ما بغاش بحال ما هكاك، بغيت الحق ديال ولدي تالي يبان ليا، عطوني تالي على حق ولدي، راه بزاف عليا هاد الشيء، هاد الحكم اللي عطاو لولدي راه قاص عليا، مال ولدي قاتل شناهو داير؟ قال لي ولدي كيقول لي سيني كنسيني، ما عرفش انا علاش كنسيني، قال لي ما عرفش انا علاش كنسيني، بغيت انا لهذا الوزير العدل وهاد الحكومة وهاد القودة، تالي بينا نعاود النظر عاود الحكم من جديد، تالي بغيت سيدنا يجي هاد الشيء يوصلو تلعندو، وحل في هاد الوليد. تاني يديروا لي الحكم ديال داك الدري اللي عطاو عطاو عامين تاني عطاو ولدي عامين اللي ما عنده الصوابيق عطاو 10 سنين واللي ما عنده اللي عنده الصوابيق عطاو عامين هذا حق ولا بطل هذا الشيء ما كيبغي لا ربي لا عبده ولدي عام و 8 شهور و 3 ايام اليوم ولدي لقيته في واحد اللحيه واحد الحاله ما تشوفش فيه من 8 ونص ديال الصباح الله دخلت انا دابا عاد عيطت لكم انتم جيتوا عندي رفيتوا صورتوا معايا صوت العداله جاو عندي كل شيء انا كنشكر اللي في عكاشة كنشكر المدير والموظفين ديالو كنشكرهم كل شيء اليوم كل شيء ساعدني على ولدي الله يرحمني من والدي الله يجازيهم بخير كيما هاد الناس وقفوا معايا على ولدي ودخلوا لي يقرا حتى دابا بغيت هاد السيد ولدي تاني عطاو الحق ديالو تاني بغيت ولدي الحق هاد الشيء راه تعذبت فيه لقيت
شي واحد نجا داو عليه وهضرت مع المدير درت على المسؤولين قالوا لي حق ولدي غنعطيو لك اليوم دابا كتسلى في ولدي غيعيط ليا واليوم مشيت على ولدي راه حاله ولا جو زراق ما تشوفش في ولدي حتى انا بغيت ولدي الحق ديال الجو بغيت ولدي حتى يخرج حتى انا بغيت ولدي العقوبة اللي عطاو للدري حتى عطاوها لولدي لا عندو السوابق عطاوها عامين ولدي عطاوها 10 سنين والراجل تلب والضحية بغا يجي يحضر هو دار لي التنازل هو التنازل دارو ليا هو التنازل ولكن ها الحشومة ربي ما بغاش بحال ما هكاك راه اليوم الدنيا وغدا الاخرة ولدي رجع هاد شو جو الصغر ديالو ها هو الصغر ولكن دابا ماشي ولا كيبان ليا راجل كبير مي ربى ليا اللحية ولدي تكرفز ما كياكل ما كيشربش قال لي ماما مبغاش نعيط لك قال لي راه اللي معاه دابا ندوزو تماك قال لي طلب ماما حشش واش لا لقيتيني ميت في الحبس قال لي راه مشيت باطل فابور قال لي لا غادي ديري معايا شي حل كل طالب من السيد لا يشوف هاد الفيديو ويبين لي حقي على ولدي انا بغيت حق ولدي يبان انا اللي غنموت وحاج ولدي غيلقاني عندي ازماتيك وعندي الكواط ربي العالم بيا راني معذبه من الصغر حتى الكبر 20 عام وانا كنتعذب عليه هيا خصو هيا ملي هيا دابا عندو 6 سنين شحال غتولي عندها غتولي عندها 16 عام ما عادش غيخرج ليا الوليد شكون غيقابل ليا ولادي بغيت هاد الوليد يعاونني هو هاداك الصغر ديالو كل اللي ضربت عليه التمارات توصل 20 عام واليوم دخل ليا السجن انا بغيت ولدي يقرا بغيت ولدي يخدم بغيتو تانا يعاونني بغيتو يخرج عندي تاني قابلني كيما قابلتو انايا الدري اليتيم وقابلتو انايا حتى في الحبس هو غنقابلو غنربي حتى في الحبس الحبس راه ربي ما بغاش بحال ما هكا بغينا ما حيدو هادشي ديال التبزنيزه بغينا ما حيدو هادشي ديال الفانيل راه الاجرام غيولي عندنا بلا دخل تما كي غيولي كيفاش غيخرج كيفاش غيخرج من الحبس يلا ما غير ضرب 10 سنين كيفاش غيخرج غيخرج مجرم انا ما بغاش ولدي يخرج يا مجرم بغيت نربي ولدي قدامي بغيت نشوف ولدي قدامي بغيت سيدنا يشوف هاد الوليد هذا ويحل فيه راني تعذبت على هاد الولد راني تعذبت على اخويا كنشكر الله كنشرب البحر القوداء ود الرؤاس وزوج صوت العدالة وكنصب هاد الموعد شوف تصور معايا كنشكرهم وكنشكر اليوم صحاب المنضفين ديال عكاشة كلشي ساعدني الله يرحمني بالوالدين واللي ما راخدو عندي الوريقات وراني دخلوا ليا ولدي السونطر هادشي اللي كنطالب منه والله يرحم لكم الوالدين طب غير دابا ولدي حدايا ولدي ما محتاجش في جلبي راه متسطى راه وليت بحال داك المسطية وليت غادا جاية خدامة بلا عقل وليت خايفة على ولادي شنو راه تكرفسوا ليا انا بغيت ولدي يخرج يقابل ليا ولادي شكون اللي غيقابل ليا بلادي شكون هذاك الولد وقع عندي ثلاثة ولكن عشرة عز من كل شيء واخا هو دام انايا ولكن عشرة عز ليا من اي واحد راه الشم الله يرحمها ولدي عز ليا منها امي الله يرحمها كتهز ليا ولدي ولكن ولدي دابا محيد ليا من جلبي راه غنتسطى المربي راه كثر من لي والد راني تعذبت على عشرة انا بغيت عشرة في نشوفو راني مشيت عند العكاشة راني تعذبت على ولدي راني بغيت نشوفو ولدي بغيت ولدي يكون حدايا الله يرحم ليكم الوالدين اشرف راه كبر في الحبس اخوتي راه كبر في الحبس راه عام ولا تبلش شهر ثلاث ايام راه جا الشو تقولوا ولا راجل انا ولدي راه دخل صغير ولا علاش راك عطاو عامين ولا عطاو 10 سنين بغيت الحق بغيت سيدنا بغيت تشوف في هاد الوليد سيدنا وهاد اللي هاد التنازل وهاد كلشي هاد تشوف في سعادة سيدنا الله يرحم لك الوالدين هاد تشوف بغيت هادشي يوصلك سيدنا بغيت ولدي بغيت يخرج كيما عطاو لهاديك عامين عطاو لولدي تلا عامين ولدي عطاو 10 سنين اللي ما عندو لا الصوابق لا والو نهار ديال الكوميسارية ما عندوش الله يرحم لكم الوالدين ووقفوا معايا تانايا هاد الرئيس اللي غيدوز عند ولدي تانا يحل ليا في ولدي راني تعذبت انا اشرف انتم اشرف ها هو وليدي الله يرحم لكم الوالدين اللي ما ساعدوني على هذا الوليد